كان سوب او شوربه مكسيكي حلوه قوي، هي بتتعمل بطريقه معينه هقول لكم عليها وانتوا بعد كده جودوا زي ما انتوا عايزين. هي بتتعمل ليها اكتر من طريقه يعني، بس خلينا نقول مع بعض. بتحتاج معانا بصل، هقول لكم المقادير دلوقتي هتنزل معاكم حالا على الشاشه حالا دلوقتي. بصل اهي، حط لكم البصل هنا عشان لو هتيجي. لحمه قطع، مكعبات صغيره، انا هعملها مكعبات صغيره بس هي في الاساس اوقات بيحطوها لحمه كبيره قطع كده بالعظمه اللي فيها كمان يعني شغال. جزر، بصل اخضر، كوسه، وذره صفراء، بيحطوا الذره الصفراء بتبقى قطع كبيره زي دي، مش بتتحط وحدات او متفرطه زي اللي قدامكم في الطبقه دي، لا خالص دي بتتحط قطع كانها دواير بتتقطع من الذره الصفراء، هوريها لكم بعد شويه، وبتتحط في الشوربه معاها. والخضار كمان بينزل كبير، قطع كبيره مش صغيره. انتوا عايزين تعملوها كده اتس اوكي، عايزين تخلوها قطع صغيره بحيث انها تتشرب في المعلقه زي ما انتوا عايزين، بس احنا قلنا الاوريجينال ديزاين بتاعها. لحمه، جزر، كوسه، ثوم، بصل اخضر وبصل عادي وكزبره، دي حاجات مهمه جدا في الموضوع، فلفل هالبينو، ملح، فلفل اسود، صلصه طماطم عشان تديني لون كويس، وشويه ذره صفراء، ومكعب مرقه خضار لو عايزين، مش عايزين براحتكم خالص زي ما انتوا عايزين. كده كده انا عندي في الشوربه نفسها فيه اللحمه وفي كمان الخضار. اول حاجه هعملها هنزل بحبه زيت هنا في الطاسه بتاعتنا تكون سخنت كويس اهي، حبه مش كتار قوي يعني، تمام، وهسيبها تسخن على انا بس اقطع البصل بتاعي. تعالوا ناخد درس في تقطيع البصل والخضار، بما ان احنا الفطاطري مش مجرد وصفه انتوا عارفين، فناخد درس في تقطيع الخضار. مبدئيا دايما السكينه بتاعتي بتبقى صاحبه صوابعي، صاحبه صوابعي لازقه فيهم على طول، وايدي دايما بتكون بالشكل ده، يعني صوابع متنيه مش مفروده كده عشان ما يتقطعوش والبصل بدل ما هو ابيض يبقى احمر او اي حاجه زي كده. سلايس كده خفيف جنب بعضيه، وبعد كده بلف البصله بديها واحده من هنا، بس نجيب سكينه تكون حامية شوية، خلاص السكينة التانية مش موجودة، خليني في دي. وهبدأ بعد كده هعمل ايه؟ هقطع بالشكل ده اهو، أنا بس بجهز الحاجة بتاعتي أهي. أنا محتاج حبة بصل صغيرين مش محتاج كتير. هتقطع عندي كيوبس صغيرة زي ما أنتم شايفين أهي، والموضوع انتهى. لو حبيتوا تعيدوا عليها وتتأكدوا بنزل بالسكينة واحدة اتنين تلاتة كده والموضوع انتهى، بديها فرمة زي ما أنا عايز. كده خلاص. الجزر بتاعي لما باجي أقطعه مهم جدا عشان بس ما يعمليش مشكلة. الجزر دائري، فبصوا مش دائري اللي هو بتاع العربيات، مدور يعني اسطواني، فهي بتجري معانا بالشكل ده، فطبعا لو جينا ان احنا نقطعها وسبناها زي ما هي هتبقى فيها مشكله، فبعمل لها قاعده بسيطه وبعد كده بعمل فيها ايه؟ بقلبها الناحيه دي، فبتكون الجزر ثبتت معايا، دي الحاجات المدوره، الخيار، الكوسه، الجزر، الحاجات اللي زي كده، وببدا بعد كده اعمل فيها ايه؟ اخدها بالشكل ده على حسب التقطيعه بتاعتها، وبعدين بقى جاي هنا اقطعها برضو مكعبات اهي، واحد اتنين تلاتة زي الفل، وبعد كده ببدأ اقطع المكعبات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده اهي، تطلع المكعبات بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط قدامكم. انا زي ما قلت لكم انا هبدأ احط ال بتاع بتاعي اللحمة والحاجات دي كلها اللي معايا هستخدمها قطع صغيرة عشان تتشرب معانا وتتماشى مع المطبخ بتاعنا يعني. اهو هنزل باللحمة هنا، يهمني جدا ان انا اعمل ايه؟ اني اسمع الصوت بتاع اللحمه ده علشان اللحمه تتشمع معايا، تمام؟ اول ما اللحمه تتشمع معايا هضمن ان اللحمه عملت معانا ايه؟ مش هتنزل اي ميه فيها خالص، هتفضل ماسكه نفسها، ودي مهمه جدا. هقلبها كويس بالشكل ده اهو، غلفتها بالماده الدهنيه، ودي نقطه مهمه جدا جدا، وبعد كده هسيبها شويه، ما تقلبوش كتير في اللحوم النية، اللحوم النية كل ما بتتقلب كل ما بينزل منها العصارة اللي فيها، وده وحش جدا 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 عشان تبقوا عارفين. اللحوم النية بتاعتنا لازم تتساب، تتغلف واديها تقليبة، تتغلف واديها تقليبة وهكذا، وده الأفضل بكتير في الموضوع ده. لو أنا قلبت الحاجات كتير بتعمل معانا مشكلة كبيرة اللي هي بتنزل كل المية، وفي نفس الوقت بعد ما بتطلع طعمها مش بيكون ألطف حاجة ولا ألذ حاجة، وكمان بتكون ناشفة، ودي حاجة مشكلة كبيرة جدا. هبدأ أعمل فيها تاني أهو، بصوا كده الكاميرا أكيد هتجيب لكم ده، أنا ابتدت الألوان عندي هنا تظهر في اللحمة أهي، شايفين أهو.
الوان اللحمه ابتدت تظهر، الحاجات اللي هي اخذت معايا الصدمه. اجهز بقى الخضار بتاعنا عشان نقدر ننزل بيه بسرعه. عايزين تقطعوه كبير مفيش مشكله خالص، ممكن اول اقطعه كبير مش هيجري حاجه، زي ما انتوا عايزين وزي ما حضراتكم تحبوا. خلاص ادي جزره، خدنا جزره من دول. ما تقلقوش على اللحمه اطلاقا، اللحمه عمرها ما يحصل لها اي حاجه ابدا. وهاخد كوسه بالشكل ده برضو اهو. ايه اللي انا هنزل بيه اول حاجه ولا ايه؟ اول حاجه وبعد كده التاني الترتيب بتاعهم. هنزل في الاول خالص بالبصل علشان البصل بس يديني نكهه كويسه فيها، وكمان التوم معاه. هقلب كل ده مع بعضيه تقليبه تاني اهي، لون اللحم ابتدى يظهر حلو قوي قوي. وهكون بجهز عندي ميه مغليه، ما ينفعش نحط على اللحمه زي كده ميه ساقعه عشان ما تعملش ريزيست وتبدا تشد معايا في الاخر خالص، ودي مهمه جدا جدا في الموضوع ده. تمام، هدوس بس على الكتل. عايزين تزودوا خضار زي ما انتوا عايزين مفيش اي مشكله خالص، انا شخصيا بحب الخضار فهزود واحده كوسه كمان او نص واحده كوسه، مش هيجرى اي حاجه خالص زي ما انتوا عايزين يعني. ادي الكوسه والبصل بتاعنا جهز معانا. انزل بالبصل، دايما لو بننزل بالبصل السكينه ما تبقاش هنا لكن بظهر السكينه علشان ما يبقاش فيه اي حكحكه في البلانشه فتطلع لي اي رايش من الخشب ولا حاجه لو فيها، وفي نفس الوقت السكينه ما تتلمش. تمام، التوم من ضمن الحاجات، احنا كده قلنا دروس كتير قوي. التوم من ضمن الحاجات المهم جدا ان انا لما باجي استخدمه بس بهرسه، لكن مش بهرسه واسيبه فترة مركون وبعد كده استخدمه، لا انا محتاج اهرسه الاول وقت ما انا شغال اون سبوت بمعنى اصح، علشان تطلع الحاجة عندي طعمها حلو وكمان ريحة التوم تفضل زي ما هي. هرسته بالشكل ده وهقطعه تشانكس كبيرة كده، مش محتاج افرمه للدرجة اللي هي. وهاخد التوم بتاعي برضو نفس الكلام وهنزل بيه على الفراخ. في الوقت ده هبدأ اضيف الخضار بتاعي. الخضار بتاعي اللي هو عبارة عن ايه؟ عندي هنا حبة الجزر هينزلوا، ومعاهم واحدتين ثلاثة كوسة مش مشكلة، الموضوع بسيط. وهديها برضو ايه؟ تقليبة. ابتدت الريحة تظهر والدنيا بقت زي الفل. ايه الحاجة بعد كده اللي هتديني طعم حلو قوي وجميل؟ حبة من فلفل الهالبينو اللي قدامكم اهو، هنزل بشوية كتار منه بالشكل ده. يلا خلي علينا احنا، يبقى طعمه حلو موت. تمام كده نزلت الجزر، التوم، الفلفل الهالبينو، وكمان هبدا على طول دلوقتي انزل بالكوسه. الكوسه بتاعتنا اهي. الريحه ابتدت تظهر. هحط هنا عندي حبه من الفلفل الاسود. طب هضيف ملح؟ لا انا مش هضيف ملح دلوقتي خالص، الملح هضيفه في الاخر خالص خالص بعد ما اتاكد ان اللحمه بتاعتي استوت والشوربه تمام و10 على 10 هبدا اجي ضايف ايه؟ اضيف الملح بتاعنا. اخر حاجه هتضاف في الشوربه بتاعتي في الاخر وقت التقديم هضيف حبه كزبره متقطعين ناعم، وهضيف كمان البصل الاخضر. تمام؟ الذره اللي بتضاف على الشوربه دي بتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده اهو. بس في الوقت ده بقى لو انا هضيف الذره بالشكل ده هضيف معاها الخضار الباقي يكون متقطع كبير مش صغير. تمام كده، هاخد عندي هنا حبه من الذره الصفراء اهي، معلقتين ثلاثه كبار، وهاخد معايا مكعب مرقه، لو انتوا حابين تحطوه حطوه، مش حابين براحتكم خالص. هاخد معايا في حدود معلقه ونص او معلقتين كبار صلصه اهم، وهجيب الميه المغليه بتاعتي وهبدا اعمل ايه؟ انزل بيها هنا في الطاسه بتاعتي عشان الشوربه بتاعتي تعمل ايه؟ تبدا تستوي. طبعا الفلفل الهالبينو في الحاله دي هو اللي هيقوم بقصه الشطشطه اللي انا عايزها في الشوربه بتاعتنا. في الحاله دي بعد كده هبدا اهدي النار بتاعتي خالص، اخليها نص تسخين ده علشان اتاكد واضمن ان اللحمة بتاعتي هتستوي على نار هادية، فده بيساعد اللحمة تستوي أسرع وأحسن، تبقى طرية جدا جدا. كام بيس من الكورن دي أو الدورة دي أهي، شكلها حلو قوي.
وكمان ريحه الشوربه جميله، اولموست قربت تستوي خلاص يعني، وممكن اديها الملح كمان سنه بسيطه كده، كمان دقيقه واحده او دقيقتين. تعالوا بقى مع بعضينا بقى نشوف العيش بتاعنا الجميل اللي احنا هنعمله دلوقتي وطريقه تشكيله الجميله والمختلفه. يعني النهارده طريقه تشكيله مختلفه شويتين، وكمان المكونات بتاعته فيها شويه توستات كده بسيطه وجميله يعني. طيب العيش ده اسمه خبز بكريمه الثوم او جارليك بريد كريم على حسب ما انتوا عايزين تسموه براحتكم يعني. المقادير بتاعته 3 كوبايات دقيق، ومعلقه صغيره خميره فوريه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره ثوم مفروم في العجينه نفسها، نص كوبايه زبادي، نص كوبايه زبادي بنفس الكوبايه اللي انا عاير بيها دي، هي مش العلبه يعني، وثلاث معالق كبار زيت وميه للعجن. خفيف وبسيط جدا، بس في الاخر خالص بيطلع التيست بتاعه حلو قوي وجميل جدا جدا. تعال نشوف احنا هنعمله ازاي مع بعض شينا. اول حاجه هاخد هنا الثلاث كوبايات دي بتوعنا اهم، ادي واحد وادي اتنين ادي تلاته، تمام. وبعد كده هبدا اضيف عندي هنا، هحط التوم في الاول والحاجات الباقيه اللي هي اللي بتديني التيست العالي بتاعه يعني. ادي التوم ماشي، وادي الزبادي، وهنزل كله يتخلط مع بعضيه على طول على طول على طول، مش هحط حاجه يعني تخرق قبل التانيه ولا حاجه، كله هيتحط تقريبا مع بعضيه. وادي هنا عندي معلقه صغيره ملح، وهاخد لي في حدود معلقه صغيره خميره. المعلقه الصغيره الخميره يا جماعه بتفرق معانا كتير جدا، لو زودته دايما بتلاقوا ان زياده الخميره بتخلي العيش بتاعي ينفش بسهوله قوي وبسرعه قوي، وفي نفس الوقت الطعم بتاعه مختلف عن الطعم بتاع المعلقه الواحده او الخميره لما تكون بتاعتنا مظبوطه. هنزل هنا بالعجان وهبدا الف الحاجات دي كلها مع بعضها، واخر حاجه هضيفها هي الميه. طب ما انا كنت مقربها هنا من شويه وبعد كده نسيت. يتخلط الحاجات دي مع بعضها شويه، وبعد كده انزل بالميه واحده واحده عشان تتعجن معانا. شويه شويه اهو. اخر حاجه هتضاف معانا هي الزيت، الزيت اخر حاجه بنضيفه لانه بينعم العجينه بتاعتي وبيخلي ملمسها حلو قوي. تمام؟ اهي. هزود واحدة واحدة لغاية ما العجينة بتاعتي تبدأ إنها تتلم معانا، وتاخد كل الدقيق الباودر وكل الحاجات الجافة تتلم مع المية. بعد ما تتلم مع المية هبدأ إن أنا أضيف عليها الزيت آخر حاجة خالص، وأعرف إن العجينة بتاعتي كده مالها كده مظبوطة ومش محتاجة مني مية تاني. خلاص؟ أبص بص على الشوربة. لما بنكون بنسوي لحوم، عشان في ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده، لما تكونوا بتسوي لحوم عندكم في البيت واللحوم عايزينها تاخد وقت اقصر شويه في التسويه، يفضل جدا ان احنا نهدي النار ونغطي الحله بتاعتنا بعد ما تغلي خمس دقائق كده ولا حاجه. هدوا النار، غطوا الحله بتاعتكم، هتلاقوا اللحمه بتاعتكم استوت على البخار وبسرعه قوي، هتلاقوا الموضوع فرق كتير جدا. لان في ناس تقول لك اللحمه دي مش عارف مالها كده، علوا النار عليها فالنار تعلى تغلي كتير جدا، تبص تلاقوا اللحمه بتاعتنا بتشد، ودي مشكله كبيره قوي، فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي. العجينه بتاعتي تقريبا لمت وبقت زي الفل اهي، هنزل عليها بثلاث معالق بتاعتنا زيت، تمام كده، وهبدا بعد كده اكمل عجن فيها على طول. طيب هلم الحاجات دي على جنب كده عشان نعرف نشتغل، ونجيب العجينه بتاعتنا اللي احنا اوريدي مجهزينها ومرتاحه معانا كمان. شيل ده على جنب، هاخد عندي ده، وهحتاج بوله فيها ميه اهي، وهقول لكم دلوقتي انا هطفي العجان خلاص، انتوا كده فهمتوا العجينه بتاعتنا هتوصل لغايه فين. هتنعم معانا، وبعد كده هنبدا ان احنا نعمل فيها ايه؟ نبدا ان احنا نكورها كور على حسب الاحجام اللي احنا عايزينها في الرغيف، براحتكم تماما زي ما تحبوا خالص. بعد ما ترتاح معانا هتتكور، بعد ما تتكور هسيبها كمان ترتاح عشان اقدر اشكلها. مهم جدا العجينه بعد ما تتكور او تتقصد بالبلدي كده تتساب ترتاح، علشان لما اجي اشكلها تبقى سهله بالنسبه لي في التشكيل، ودي مهمه جدا جدا. انا اوريدي عامل كام واحدة عجينة هم ومجهزهم،
علشان نشتغل بيهم. هم دول ومغطيهم بكيس من اكياس الثلاجه اللي عندنا، شغالوا زي الفل. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف كريمه التوم اللي احنا هنعملها عشان نحطها مع العجينه نفسها عباره عن ايه. كريمه التوم 2 فص توم مهروس ناعم، انا مش هعملها قدامكم لكن هقول لكم على الطريقه، هي سهله جدا جدا ما فيهاش اي صعوبه نهائي يعني. 2 فص توم مهروسين ناعم خالص، وعود روزماري فريش او لو عندكم روزماري اللي هو الدرايد او الباودر ده شغال برضو، ينفع ان احنا نحطه مع التوم. وشويه شبت مفرومين ناعم، واربع معالق زبده كبيره كريمي، ورشه ملح خفيفه جدا. كل ده بهرسه مع بعضيه او بقلبهم مع بعض لغايه ما يتجانسوا كلهم مع بعضهم ويبقى كريمه، بتبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه قدامكم ده على طول اهو. دي كريمه الزبده اللي هي بالثوم والاعشاب اللي احنا عايزين نعملها. خلاص دي اللي انا هستخدمها فان انا احطها في الساندوتش بتاعي او في اللقمه بتاعتنا بطريقه معينه، هتشوفوها دلوقتي حالا مع بعضين. انا عندي صاج اوريدي هنا مجهزه علشان اشتغل فيه اهو، صاج مدهون احطه هنا في الحته دي كده علشان نشتغل ونشوف هنعمل فيه ازاي بالظبط. هاخد دي هنا كده معايا العجينه، اول حاجه هعملها فيها اهي العجينه، هقلبها الناحيه الثانيه. بعد ما اقلبها الناحيه الثانيه هبدا اعمل فيها ايه، افردها بايدي فرد بسيط، وهاخد باطراف صوابعي كده هضغط، هضغط تاني كمان مره اهي لغايه ما اقفلها على بعضها. واخر حاجه خالص هاجي اعمل فيها ايه، لففها كاني بعمل رغيف عيش فينو اهو. والاطراف اللي عندي دي هحاول بقدر الامكان ان اخليها بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده اهو، تمام. ما تقلقوش من تبصيم صوابعكم مكان ما بتمسكوها، كده كده لما تختمر هتديكم الشيب المظبوط بتاعها وهتبقى زي الفل. دي كده اول مرحله بتاعتنا في التشكيل. هاخدها بعد كده هحطها فين، في الميه، تسقط في الميه بالشكل ده، وبعد كده هسقطها فين، في السمسم اهي. والفتحه اللي هنا دي اللي قدامكم اكيد الكاميرا جايبها لكم دلوقتي، الفتحه دي هتحط الناحيه الثانيه من تحت. خلاص اهي ادي واحده، تمام الكلام. هشكل معاكم واحده كمان علشان تشوفوها. ادي هنا واحد، بهدي الخمر اللي فيها، بقفل مره وصوابعي بتطبع بالشكل ده عشان تقفل معانا صح. لو عايزين تعملوها كده مفيش مشكله، مره كمان اهي، مره كمان اهي. انا بس بحاول اديكم يعني زي ما تقولوا كده طريقه سهله عشان نقدر نعملها في البيت، صوابعنا بتكون اسهل في الموضوع وانا كمان بعمل بصابع عشان تبان في الكاميرا يعني. وبعد كده هبدا افردها بالشكل ده واعمل الاطراف بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. اخدها في الميه اهي، وبعد كده فين، في السمسم كده. دول المرحله اللي بعد كده اهي، كده دي مرحله التشكيل اللي هي في الميه والسمسم. اخر حاجه هنعملها يا جماعه في العيش بتاعنا قبل التخمير، الكلام ده قبل التخمير. بعد ما شكلناه هجيب كتر زي ده عندي او سكينه حاده، هاخد بالكتر قبل الاخر وهفتح بالشكل ده، تمام. هفتح كده اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهي، فتحه غويطه شويه لتحت. مره كمان اهي، وهنا كمان، تمام الكلام اهو. وبعد كده هاخد الكريمه بتاعتي اللي هي كريمه التوم بالظبط، الله ينور عليك ايمن، ايمن صح معايا. وهبدا بعد كده اعمل ايه، احشي بالشكل ده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وعشان ايمن كان صاحي معايا من شويه، انا هديله واحده عيش بعد الحلقه على طول. وادي منظر العيش بعد ما بيستوي، المنظر رهيب يعني. احط لكم واحده في الصينيه عشان نشوف الفرق بين الاثنين. على فكره الحجم ده كان هو الحجم ده يعني، ده كان كده عشان تبقوا عارفين يعني، دي اوزان كلها واحد. بعد كده بسيبه يختمر وبيدخل بعد كده على الفرن درجه حرارته 200، بياخد معانا في حدود 20 دقيقه، 15 ل 20 دقيقه. دايما بقول الخمس دقائق دي فرق علشان على حسب الفرن اللي موجود عندنا في البيوت. 15 ل 20 دقيقه طلع معانا الرغيف الحلو قوي اللي انتم شايفينه ده. كده العيش بتاعنا خلص، الشوربه بتاعتي خلاص اولموست قربت تخلص، هاجي لها دلوقتي حالا. هاخد قضين ثلاثه كزبره من اللي عندنا دول اهم، وهبدا ان انا اعمل فيهم ايه؟ افرمهم بالشكل ده. دي اخر حاجه
قبل التقديم مباشرة. ليه قبل التقديم؟ علشان انا محتاج بس الكزبرة اللي انا هحطها دي تكون فريش مش مطبوخة، وده مهم جدا. ماشي، وهاخد معايا هنا واحدتين ثلاثة من البصل بتاعنا، مش واحدتين ثلاثة يعني بصلتين ثلاثة لا، لكن هاخد معانا مثلا ايه شوية بصل كده حلوين يعني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يا سلام، ونروح بيهم بسرعة على الشوربة. انا شايف ان الشوربة دي بصراحة مغذية بشكل بشع، يعني فيها حاجات كده عناصر رهيبة جدا، لحمة ذرة وخضار كتير جدا، حاجة كده وهمية. الشوربة دي مش محتاجة ان انا اعمل فيها اي حاجة اساسا، لا افتكس فيها افتكاسات ولا جارنش فيها ولا اي كلام من ده كله خالص، عشان بس يعني نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. تمام الكلام، تعالوا مع بعض نحط الطبق بتاعنا بتاع الشوربة، نغرف اهو، مش محتاجة اي جارنش اطلاقا لانها اصلا colorful جدا او مليانة الوان بشكل غريب، فهي رهيبة قوي قوي. الريحة اكيد واصلة لغاية هناك. انا حطيت لها الملح، ملح خفيف قوي اخر حاجة، فده كان اخر تاتش احنا عملناه. انا اجيبها هنا بس كده على السريع واحط باقي الحاجات بتاعتنا. خلي بس واحدة الذرة من فوق تكسر اللون الاحمر علشان تظبط معانا الموضوع كله اهي. يا سيدي يا سيدي، الريحة واصلة لغاية مناخيري فوق، حلوة دي. طيب هعمل حاجة بسيطة برضو، اجواخد كام سلايس كده من البصل الابيض وهحطهم كده فوق الوش. طيب نعمل ايه اخر حاجة؟ هجيب عندي هنا هذه السكينة الجميلة، وناخد كام شريحة عيش من اللي احنا عملناهم بقى ياسمين، نفتح العيش ده صوت السكينة وهي بتقطع في العيش حلو قوي. استنوا كده دوق، يا لهوي ايه ده ايه ده. اخد واحدة سلايس كده فوق الشوربة بتاعتي، حط واحدة هنا كمان. ولو انتوا بقى بصوا يا حودة، تجوها لحظة زي دي كده يا حودة وتيجي مسقطها جوه الشوربة، تخليها شوية بس ثواني كده، عد واحد اتنين تلاتة تكون شربت شوية. بص ايه ده، حتة تاني خالص.